ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يتم عبر تقنية الواتساب تداول صور لفتاة مجهولة الهوية تلتقط سيلفيات وهي ترتدي الزي الرسمي للشرطي داخل منزل لم يعرف مكان تواجده أو مدينته. وحسب مصادر عليمة فالصور التي انتشرت بشكل واسع خلال اليومين الأخيرين فتحت فيهم مصالح مديرية الأمن الوطني بحثا لمعرفة هوية الشرطي صاحب البدلة ولمعرفة كيفية تسريب وانتشار هذه الصور. ووفق ذات المصادر فإحدى الصور يظهر فيها الرقم التسلسلي الوظيفي للشرطي وهو ما سيسهل على الأمن التعرف على هوية الشرطي ومكان عمله وبالتالي تحديد جميع حيثيات هذه القضية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.